الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي، اليوم راح نتكلم عن 3 مواد طبيعية ومفيدة وغير مضرة للصحة الطائر لعلاج إسهال طيور الزينة، وهي قشور الرمان، قشور اليابسة مع الرمان، الأرز أو التمن، والشاي الأخضر. راح نلقي نظرة عامة على الإسهال، عن مسبباته وتشخيصه عن بصورة خلاصة. الإسهال هو المرض الأشهر عند طيور الزينة. الإسهال هو السائل على شكل أبيض أو أخضر. الإسهال الأخضر غير معدي، ولكن الإسهال الأبيض معدي، وبكل حالتين يجب عزل الطائر عن بقية الطيور. علائم الإسهال هو عند النظر إلى أرضية القفص، البراز أو الفضلات أكرمكم الله تكون على شكل سائل، شكل مايع باللون أبيض أو أخضر. وعند فحص مخرج الطائر ترى البراز ملتصق بريش مخرج الطائر ويجب إزالته. الطائر عنده إسهال يكون خمور نافش الريش وكثرة شربه للماء. بهذه الحالة يجب عزل الطائر المصاب ومنع إعطائه الخضروات والفواكه والمكملات الغذائية والبيض. فقد يجب إعطائه الحبوب مثل الكوكتيل والباجي، نعطيه دخن، والكناري نعطيه دخن مع الكتان 3 في 1، يعني الكتان يجب أن يكون 3 أضعاف الدخن، يعني 3 كيلوات كتان وكيلو دخن. المسببات هي كثيرة، هو تقديم الخضروات والفواكه بشكل كثير خاصة التي تحتوي على الماء مثل الخس والخيار، أو عدم غسلها لأن بعض الفواكه والخضروات عليها سموم مبيدات مال الحشرات، وما نغسل زين راح تسبب إسهال للطائر. إحنا قلنا سابقا يجب تقديم الخضروات والفواكه في كل أسبوع مرتين بمقدار قليل. العامل الآخر هو إعطاء مواد فاسدة مثل البيض الفاسد والخضروات الفواكه الفاسدة، أو بقائها في فترة طويلة في القفص فيسبب فسادها وتجمع الجراثيم والميكروبات. هذه المواد يجب بعد 5 أو 4 ساعات إزالتها من القفص بسرعة. لازم نعطي هذه المواد بسرعة تفسد الصبح أفضل، نعطي القائد الصبح حتى للظهر تنتهي، وحتى نخلص من فسادها وتجمع الجراثيم عليها. العامل الآخر هو تعرض الطائر إلى البرد أو النزلات البردية، الجو البارد أو الماء البارد. والعوامل الأخرى هي قلة نظافة القفص ومحتوياته، أو تغيير النظام الغذائي فجأة، أو نجيب طائر من برا نشتري هو مصاب بالإسهال ويعدي باقي الطيور. هذه كل عوامل تسبب الإسهال. العلاج: أولا وضع الطائر في مكان دافئ فيه نور أشعة الشمس أفضل. إحنا قلنا نستعمل 3 مواد طبيعية لعلاج هذا المرض. أكو بعضهم يستعملون الدواء الكيميائي، هو استعمال الفلاجين. الفلاجين هو المربين، كل مربي يحكي شكل، كل واحد مقدار النسبة مال خبطي مع الماء، كل واحد يقول شيء هو هم صحيح هم غلط. لأن شيني بعض الطيور مثل البادجي والكتيد يريد نسبة خاصة تخبطه ويا الماء، وكذلك الكنار نسبة خاصة، فاحتمال يولد مشاكل الطائر، ألامة عفون تخبطه زين ويسبب مرض الطائر. فإحنا نستعمل علاج طبيعي ما بيضر الطائر وله فوائد كثيرة. مثلا نستعمل الشاي الأخضر، هذا الشاي الأخضر عندنا، هذا الشاي إخوان الأعزاء الأخضر، نقدر نستعمله بطريقتين. أو نجيب 1 ملعقة ماء شاي، قد هاي ملعقة ماء شاي نضعها بقد مقدار قد ويا مع كوب ماء، ونغلي بعد 10-15 دقيقة ويصير لونه وهذا اللون هيك اللون، ونعطيه للطائر مدة 3 أيام، كل يوم نبدل المشربية مالته. أو نجيب هذا الشاي نستعمل على شكل مسحوق
ونضيف هذا المزيج قد ملعقة صغيرة، نص ملعقة مات شاي في مشروب الطائر، ونعطيه للطائر لمدة 3 أيام. كل يوم نبدل المشربية، نعطيه ماي وشاي جديد. الشاي هو له فوائد كثيرة، وكذلك وجود التانين أو التانينات هي قاتلة لميكروب مولد الإسهال. الشاي الأخضر أفضل من الشاي الأسود، تأثيراته أضعاف أقوى وعلى. هو الشاي الأخضر قابض مثل قشر الرمان، يقوي القلب ضد التشحيم والكوليسترول، ويقوي سلامة عظام الطائر. أما المادة الأخرى نستعملها هي قشر الرمان. هذا قشر الرمان أخوائي الأعزاء، نجيب الرمان قشرة يابسة في تحت أشعة الشمس أو هيك يابسة من المدفأ، وبعدين نطحنه نسوي على شكل مسحوق. هذا مسحوق الرمان، هذا مسحوق الرمان. ونجيب حوالي بقد ملعقة مات شاي، ملعقة مات شاي نضع فيه مشروبية الطائر من 3 أيام. كل يوم نبدل المشربية من 3 أيام، إن شاء الله نقضي على الإسهال. واصل قشر الرمان، قشر الرمان له فوائد كثيرة، هو قابض قشر الرمان، ويحتوي على فيتامين A وE وB وC وضد الإسهال، ويدفع سوء الهاضمة عند الطائر، وله خاصية ضد البكتيريا وضد التهابات الأمعاء، ويقوي قشر البيض الطائر، وأي ضرر للطائر مال. المادة الأخرى نستعملها هو التمن أو الأرز. هذا الرز أرز تمن نستعمله، نجيب حوالي 100 أو 150 جرام من التمن، نطبخها مع الماء. يجب يعني نطبخها يكون ماء التمن خالي من كل المواد الأخرى، يعني ما بيدهن وملح وغير مواد. فالتمن أي تمن أصفار أبيض، نجيب مع لتر ماء ونغليه مدة 10-15 دقيقة، ويصبح هذا الشكل، ونضعها في مشربية الطائر، لأن هذا الماء التمن يحتوي على النشا، والنشا يمص إخواني الأعزاء سوائل الطائر ويقضي على الإسهال. نضعها في مشربية الطائر لمدة 3 أو 4 أيام نعطيه، وبعد إذن نستعمل مضاد حيوي مثل مضاد الحيوي قلنا عليه حلقة السابقة، هو مثلا الثوم والماء نبيته 7-8 أيام، وبعدين نحط عليه 10 قطرات أو 15 قطرة من الليمون، ونعطي للطائر مدة 3 أيام حتى نقضي على كل الميكروبات الموجودة في أمعاء الطائر. الطريقة الأخرى يستعملوه أخوان الأعزاء هو مسحوق التمن. نجيب مسحوق هذا التمن نستعمله، نطيه نحطه بمأكلة الطائر، ونطي الطائر ويعتعل النشا ومواد كثيرة. وحتى هذا التمن المطبوخ أخوان الأعزاء نقدر بد ملعقة مال الأكل، هاي الملعقة نعطي الكل طائر قد ملعقة، وله فوائد كثيرة. ولا تدبوا هذا، تدوي الطائر باقي الطيور السالمة عندكم تطوم، هو فوائده كثيرة. التمن يحتوي على فيتامين دي، كالسيوم، الحديد، الفوسفور، ضد ضعف الكناري، ويجب قلنا يكون بدون ملح ودهن عند استعماله، ويقوي ريش الطائر، وضد الإسهال والاستفراغ، وضد مرضات الرئة وتورم الحنجرة. أخواني الأعزاء هذا نستعمله، أكو يستعملون الطرق الكيميائية، استعمال فيلاجين، قلنا الفيلاجين همين مربين يختلفون على نوع استعماله، كل طائر لازم نخبط مقدار خاص منه ومع الماء. هاي الحلقة خاصة، احنا ما عندنا وقت هسه وما نريد نختصر وقت، فبهذا المقدار نكفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس.